أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من الحرة تتحرى. تتعدد حوادث القطارات في كافة دول العالم، المتقدمة منها والنامية، ويسقط الضحايا نتيجة أخطاء فردية أو لعيوب بمنظومات السكك الحديدية. لكن تبقى حوادث القطارات في مصر ذات طبيعة خاصة نظراً لما يحيط بها من ظروف وملابسات. تقريرنا الاستقصائي هذا الأسبوع تحت عنوان مصر سكك حديدية أم سبب للحداد؟ وفيه نعرض تاريخ السكك الحديدية في مصر، ما صاحبها من نجاحات كانت مثار فخر لأبناء الشعب المصري، وأيضاً لإخفاقات تسببت في عشرات الحوادث في العقود الأخيرة. فنشاهد التقرير. الحوادث ليها عندنا طبيعة خاصة نسبة لعدد الضحايا اللي بيقعوا فيها، وحوادث القطارات اللي شافتها مصر خلال الفترة اللي فاتت كلها بتتسم بدموية بيخلفها قصص مؤلمة للغاية. احنا بنتكلم على مرفق حيوي للغاية، اكتر من 3 مليون مواطن مصري بيستقلوه. الحوادث بقت متكررة، وتكرارها يمكن هو ده اللي بيثير شجون عند رجل الشارع العادي. لما احنا قلنا في الأمثلة الشعبية حتى يقولوا ايه، العمر بيجري زي القطر، الدنيا دي زي القطر، وهتيجي محطتك وهتنزل. كان حادث محطة رمسيس في فبراير شباط من العام 2019 هو التجسيد الأمثل لخصوصية حوادث القطارات في مصر. فالمشهد الأول لسائق ينزل من قطاره ليتشاجر مع واحد من زملائه، فينطلق القطار بدونه وبسرعة قصوى تجاه المحطة. إلى المشهد الثاني للقطار الخارج عن السيطرة وهو يصطدم بالرصيف في انفجار مروع. ونهاية بالمشهد الثالث والمخيف لضحايا الانفجار. بتكون في تصريحات الحكومة بعد ساعة ونصف من المسؤولين وعلى رأسهم مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قال إن احنا هنحاسب المقصرين. إذن هو يعلم أن هناك منظومة كان مسؤول عنها طوال الفترة الماضية، طوال سنتين وعشرة أيام كان على منصب الوزير هشام عرفات ومن قبله وزير آخر، أن هناك منظومة بها إهمال كان يجب عليه أن يتصدى. مثلت المشاهد الثلاثة حال الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إهمال واستهتار وانهيار لمنظومة أودت بحياة المئات من المصريين في السنوات الأخيرة، مما دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تغيير شعار الهيئة من سكك حديد مصر إلى سبب حداد مصر. فمن حق الشعب المصري أن يتندر على منظومة كانت بتتسم بالأمان وتتسم بالراحة وتتسم بالانضباط، والآن تحولت إلى منظومة متهالكة بسبب أن احنا عندنا عنصر بشري أيضا غير مؤهل. لقد أصدرت توجيهاتي إلى الحكومة للانتقال الفوري لموقع الحادث لمتابعة الموقف ومحاسبة المتسببين عنه. في مشهد تكرر مرارا في العقدين الأخيرين والامتصاص الغضب الشعبي عقب حادث محطة رمسيس، تقدم المهندس هشام عرفات وزير النقل باستقالته من منصبه. كان عرفات هو الضحية الرابعة من وزراء النقل لحوادث القطارات. هو مسؤولية سياسية على الحد الأدنى، أنه مسؤولية سياسية عن أي حادث بتحصل، وبالتالي فالرأي العام غالبا ما بيطالب بإقالة المسؤول. بدأ الأمر في فبراير شباط من العام 2002 عندما تمت إقالة إبراهيم الدميري من منصبه كوزير للنقل عقب حريق قطار الصعيد
الحادث الأكثر دموية في تاريخ السكك الحديدية في مصر، وواحد من أكبر 10 كوارث للقطارات في تاريخ العالم. ذلك التاريخ اللي ارتبط بقطار الصعيد أو قطار الموت كما يطلقون عليه، الذي راح ضحياته ما يقرب من 300 مواطن مصري حرقا، وراح أكثر من 1000 مصاب في هذا الحادث. الحادث ده تسبب في إقالة الوزير الدميري في ذلك التوقيت، وتوجه للمحكمة كشاهد في هذه القضية. إن المسؤولية نزلت من فوق وانحدرت لغاية ما نزلت ال 11 منكوب دول. دول موظفين صغيرين ومجرد عمال، إنما المسؤولية أساساً لمن يملك القرار. بعد حريق قطار الصعيد بسبع سنوات، وفي أكتوبر تشرين أول من العام 2009 استقال الوزير محمد منصور بعد تصادم قطاري ركاب في منطقة العياط جنوب القاهرة. الوزير روحه متعلقة على عامل سيمافور، ممكن على سائق قطار متهور يضرب أي نوع من أنواع المخدرات ويسيب القطر ويمشي، يحصل كارثة، فيكون المسؤولية السياسية أنه الوزير يمشي. في نوفمبر تشرين ثاني من العام 2012، وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وعقب حادثين متتاليين في صعيد مصر في أقل من أسبوع، تقدم الوزير رشاد المتيني باستقالته. أنا أعتقد أن هذه الاستقالة أو الإقالة هي مجرد شعور بالمسؤولية السياسية من المسؤول، لأنه عجز عن الأداء، عن أداء دوره المنوط به اللي هو تقديم خدمات للمواطن تتسم بالأمان. أطفال أياد راح تتعلم، مش راح رحلة زي الإعلام لما يقول راح يتعلم، دول ذنبهم إيه؟ معظم سكان مصر بيركبوا القطر، موظفين وطلاب وما إلى ذلك، منذ إنشاء الخط السكة الحديدي في مصر. قبل ما يقارب القرنين من الزمان، وفي العام 1834 تقدم أحد المستشارين الإنجليز إلى محمد علي باشا بمشروع لإقامة خط للسكك الحديدية بين القاهرة والسويس. كان توماس جلوي اختار على محمد علي نعمل خط سكة حديد، لأنه الهدف من إنجلترا إنها توصل لمستعمرتها في الهند عن طريق مصر، ومحمد علي بالفعل اقتنع بهذه الفكرة. لكن ما أن علمت فرنسا العدو اللدود لإنجلترا إن محمد علي ممكن يوافق، ودي وقفت عدو لدود كبير جدا لمحمد علي في هذا الموضوع. تقدمت فرنسا بفكرة مشروع آخر إلى محمد علي، حفر قناة مائية تربط البحرين الأحمر والمتوسط. فكان في صراع بين إنشاء سكة حديد أو حفر قناة، ومحمد علي خرج نفسه من الإطار ده إن هو رفض الفكرتين. توقف المشروعان البريطاني والفرنسي إلى حين، لكن في عهد عباس باشا خليفة محمد علي وحفيده عادت فكرة السكك الحديدية مرة أخرى إلى الواجهة. فضلت الفكرة تلح على عباس باشا لغاية لما تولى الحكم، وبدأ فعلا إن هو ينفذ الفكرة. تم التعاقد على إنشاء أول خط سكة حديد اللي هو القاهرة اسكندرية، اتعمل في سرية تامة مع روبرت ستيفنسون اللي هو ابن مخترع القطار البخارية جورج ستيفنسون. ساعتها كان بيتكلف في أول خط 56,000 ليرة. أول خط كمل بالضبط اسكندرية كفر الزيات عام 1854، وتعتبر بذلك مصر أول دولة عربية في أفريقيا وفي الشرق الأوسط، وتاني دولة بعد إنجلترا في العالم تكون تمتلك خط سكة حديد. في العام 1854 تولى محمد سعيد باشا حكم مصر، وفي عهده امتدت خطوط السكك الحديدية لتربط البحرين الأحمر والمتوسط قبل 10 سنوات كاملة من افتتاح قناة السويس. في عهد سعيد بدأت الأمور تبقى أكثر تطور. تم في عهده خط السكة الحديد الأول القاهرة الإسكندرية
اكتمل عام 1956 واكتمل الثلاثي بتاعه من القاهرة السويس عام 1858. طبعا كان الناس مبهورة ايه الوحش اللي هو جاي ماشي على القضبان ده، يعني الشعب المصري برغم ان هو الجندي المجهول في الانشاء لكن كان في اعجاب شديد جدا. كل حاجة في بدايتها بتبقى غريبة، وبالتالي بالنسبة للمصريين كان حدث مهم جدا وكان غريب جدا عليهم ولم يعتادوا عليه في البداية. صدر الأمر بأن تخصص لجميع فئات الشعب المصري مع وجود درجات للركوب تتراوح من درجة أولى إلى حتى درجة السادسة. خط السكة الحديد أما بيختصر المسافة بين القاهرة والأسكندرية من مثلا أسبوع ل 42 ساعة، الأمور اختلفت. خصصت بعض العربات الفاخرة لركوب الأسرة المالكة وولي النعم على حد قولهم، يعني مثلا الخديوي سعيد كان ليه قاطرة كان بيقودها بنفسه. لكن السنوات الأولى لحركة القطارات في مصر لم تخلو من الحوادث، ففي مايو أيار من العام 1858 سقط القطار القادم من الإسكندرية في نهر النيل عند كفر الزيات. كان أبرز الضحايا أحمد رفعت باشا حفيد محمد علي، والذي كان من المفترض أن يتولى حكم مصر بعد عمه سعيد باشا. المصادر ما أكدتش أن أحمد رفعت مات مقتال يعني، واعتبروه حادثة قطار فقط لا غير. غيرت الحادثة تاريخ مصر إلى الأبد، تم تصعيد إسماعيل وريثا بدلا من شقيقه الأكبر ضحية القطار. وبعدها بخمس سنوات تولى إسماعيل حكم البلاد ليغرق في بحر من الديون الأجنبية، انتهى باحتلال بريطاني لمصر استمر أكثر من 70 عاما. إسماعيل يعتبر مظلوم لأن هو أراد لمصر أن تكون متطورة، وجاء عن لسانه في أحد التقارير أن بيكلم عن مصر فيها بيقول: وإن كنت قد زججت بنفسي وبمصر في توريطات مالية فعذري أن الفائدة ستكون لمصر فائدة مستقبلية. رغم أخطائه نجح الخديوي إسماعيل وخلال سنوات حكمه 16 في مد وتوسعة شبكة السكك الحديدية، الشبكة التي ما زالت تخدم مصر بأكملها إلى يومنا هذا. إسماعيل في فترة نهاية تعهده كان في مصر 1212 ميل سكة حديد في مصر، أصبحت مصر قرية صغيرة القطار بيجوبها بسهولة. تخيل مصر حاليا بدون شبكة سكة حديدية كان هيبقى حالنا احنا ايه دلوقتي؟ اهلا بكم مجددا في الحرة تتحرى. قبل الفاصل مشاهدينا عرضنا الجزء الأول من تحقيق مصر سكك حديدية أم سبب للحداد، وفيه عرضنا أبرز حوادث القطارات في مصر في السنوات الأخيرة وأيضا تاريخ نشأة السكك الحديدية في مصر. في الجزء الثاني من التحقيق نستكمل قصة هذا المرفأ الحيوي الذي يخدم الملايين من المصريين، ونرصد مستقبل السكك الحديدية في مصر بعد سنوات من الإهمال والكوارث، فنشاهد. خلال النصف الأول من القرن العشرين توسعت الشبكات وامتدت قضبان القطارات في كل الاتجاهات. كان هذا هو العصر الذهبي لسكك الحديد المصرية. بدأ يبقى في ربط بالأقاليم، يقرب المسافات، يقرب المدن بعضها ببعض، يعمل إنشاء عمران على أجنب هذه الطرق، الاقتصاد بقى يبقى أسرع. القطن اللي ما كانش بيجد ليه سوق نتيجة أنه موجود في الصعيد في وجه قبلي وجد ليه سوق، لدرجة أن السكة الحديد جاء فترة كان أرباحها السنوية بلغت 1.5 مليون، 1.5 مليون جنيه. كل مثلا زعيم مصري أو كل شخصية مصرية شهيرة وجد أن عشان أوصل للشعب المصري أقدر أوصل ليه بسهولة جدا عن طريق القطار.
الشعب المصري مثلا لما كان مستني سعد زغلول كان عن طريق القطار وتجمعوا حوالين محطات السكة الحديدية يستنوه. برضو لما استقبلوا الملك فاروق لما كان جاي مثلا عشان يحكم مصر وكان هو طالب في بعثة في انجلترا، القطار ده اللي بيجوب مصر كلها، والزعيم جمال عبد الناصر بيلوح منه من داخله للشعب المصري اللي بيتجمع حواليه، فكان بيكسب الرئيس شعبية كبيرة جدا. كما كانت السكك الحديدية هي وسيلة مواصلات الملوك والزعماء والأثرياء، استمرت أيضا في تقديم خدمتها الجيدة للبسطاء والعامة وأبناء الطبقة المتوسطة. نشأ بين المصريين وعبور السكة الحديد ارتباط رومانسي ظهر جليا في إنتاجهم الأدبي والفني. يا وهو قول لي رايح على فين، يا وهو قول لي وسافرت منين، يا وهو احتل بالمسمى وبناحية إيجابية أفكار الشعب المصري، وبدأوا أنهم يكتبوا عنه في أشعارهم وفي أسجالهم. يا مكمل يوم وليلة والسكة الطويلة، يا مكمل يوم وليلة والسكة الطويلة، واديني بلدي المحبوب. هذه هي الوسيلة التي اعتاد عليها المصريين، هي الوسيلة الأكثر أماناً من وجهة نظره، هي الوسيلة التي تنقله من أقصى الجنوب من أسوان إلى باب الحديد كما نطلق عليه نحن الجنوبيون. هذا هو مسمى محطة مصر أو محطة رمسيس، هو باب الحديد. هذا الموروث موجود في كل الدراما، موجود في كل الذكريات اللي موجودة مع المواطنين. لم تكن حرب يونيو حزيران من العام 1967 هزيمة عسكرية لمصر فحسب، ولكنها كانت أيضا بداية انحدار للعديد من الكيانات الحكومية وعلى رأسها هيئة السكك الحديدية. هو أنا أعتقد أنه القطاع العام كله في مصر تراجع من بعد أحداث نكسة يونيو، لأنه مع حدوث النكسة بدأنا مرحلة حرب الاستنزاف والاستعداد لحرب التحرير، وده كان بيتطلب أن كل الجهود تنصرف إلى الجانب العسكري. أعتقد أنه هذا كان سبب في تراكم المشاكل، عمليات الإصلاح والصيانة والتحلال والتجديد، فأهمل لفترة طويلة، وأعتقد دي البداية اللي مشينا بيها لفترات طويلة الحقيقة الآن. يمكن رغم أن الرئيس أنور السادات استمر في استقلال القطار في جولته على المحافظات المصرية ولإظهار الحفاوة بضيوفه من الملوك والرؤساء، إلا أن وتيرة حوادث القطارات بدأت في التصاعد خلال عقد السبعينات من القرن العشرين. خلال 30 عاماً من حكم حسني مبارك تسرب الخلل أكثر فأكثر إلى منظومة السكك الحديدية المصرية، وصارت حوادث القطارات مادة شبه يومية في عناوين الصحف الصادرة في القاهرة. استمرت الكوارث بعد رحيل مبارك وقيام الثورة المصرية في يناير كانون الثاني من العام 2011. عندنا كيرف في حوادث القطارات عالي جداً موجود، بيقول ان احنا عندنا بنية تحتية يجب ان هي كان يتم رفع كفائتها من عقود مضت، الان نحن ندفع فاتورة الماضي. تاريخ حوادث القطارات مليء جدا، حتى الإحصائيات الرسمية الصادرة عن التعبئة العامة والإحصاء قال أنه خلال الفترة من 2006 حتى 2017 لدينا 12,000 حادث قطار. السبب الأول اقتحام سيارات للمزدقنات، دي بتمثل 80% من أسباب الحوادث.
خروج القطرات على القضبان بتمثل 15% وال 5% تمثل باقي الأسباب. في أحد الدراسات كانت بتقول أن 90% من الحوادث مرجعها العنصر البشري، ربما يكون بعضه إهمال، بعضه إرهاق، حتى متحمل الساق فوق طاقته. عدم توافر العنصر المناسب للقيادة، يعني بمعنى أنك أنت عشان تعد ساق جيد محتاج وقت وفترة زمنية طويلة. منذ العام 1999 وحتى فبراير شباط من العام 2019 استهلكت وزارة النقل 15 وزيراً، الرقم الأعلى بين كل الوزارات المصرية، واستحقت عن جدارة لقب مقبرة الوزراء. المسؤول اللي بيجي عندنا واللي بيجلس على كرسي وزير النقل بينسف كل القرارات اللي خدها سابقه وبيبدأ من أول وجديد من أول السطر، على بال ما يبدأ يخش على التراك يكون التغيير جه في حادث قطر جديد. في مارس آذار من العام 2019 وبعد خلو منصب وزير النقل، التفتت الأنظار إلى الرئيس المصري انتظاراً لاختياره لمن سيتولى هذا المنصب المحاط بالمشكلات. أول ما حصل الموضوع ده إحنا قلنا إن اللي يتولى الأمر ده كامل الوزير. ألقى عبد الفتاح السيسي بأقوى أوراقه اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمسؤول الأكثر نشاطاً والتزاماً في مجالات المشاريع والإنشاءات. هو الحقيقة الفريق كامل عنده إمكانيات أثبت جدارته في إدارته السابقة في إدارة الهيئة الهندسية وحفر قناة السويس، فعنده تاريخ في التنفيذ رائع، إلى جانب أنه بيحظى بدعم سياسي. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون. لما أنا النهاردة أجيب مسؤول وقيادة عسكرية خلعت البدلة الميري وارتدت الزي المدني بانضباط عسكري، أعتقد أن احنا هنقدر نحقق المنظومة دي جوة وزارة النقل. بشبكة يبلغ طولها 9000 كيلومتر وعدد موظفين يتجاوز 86,000، يخوض كامل الوزير المهمة الأصعب في حياته، تطوير وضبط إيقاع هيئة سكك حديد مصر بعد سنوات من الإهمال والانهيار والكوارث. فهل سيتم ذلك بحلول نهاية يونيو حزيران من العام 2020؟ هدفنا ووفقا لتصريحات الرئيس انه هذا المرفق بالوصول ل2020 يكون هو مرفق حيوي ومهم للغايه يتسم بالامال لكل المصريين. خلينا نقول ان التطوير هيحتاج فتره زمنيه، مفيش تطوير بيتم بين يوم وليله، هتحتاج وقت عشان تاهل العنصر البشري. دي نقطه. النقطه الثانيه انك انت محتاج تحدث الشبكه، تحدث نظم الإشارات والإنذار، ثم يأتي معهم أيضا تحديث القطارات والأسطول الموجود. ما عندناش بديل غير أن احنا نطور سكة حديد. كان هذا هو تحقيقنا الاستقصائي لهذا الأسبوع، مصر سكك حديدية أم سبب للحداد؟ نشكركم على حسن المتابعة وننتظر تعليقاتكم وآراءكم عبر عناوين برنامج الحرة تتحرى المبينة على الشاشة لصفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. نلقاكم الأسبوع القادم على خير وتحقيق جديد. في أمان الله.